بدي أشكر، بما إنه عم نحكي عن العالم، بدي أشكر أهل اسكندرية. هن أول ناس قابلتهم بشهر أكتوبر أول ما أجيت على مصر. مش ححكي أسماء يعني، بس أهل اسكندرية وأهل مصر عملت أنتي لقاء. مستقرة هنا دلوقتي؟ أنا بقالي شهرين ولآخر السنة، بس لآخر السنة ضايلة. حاسة بدعم فارق في موهبتك أو اللي بتقدميه أكيد هنا في مصر؟ أكيد. أنا يعني حتى إحصائيا أنا 60% من اللي بيتابعوني مصريين. على ساوند كلاود ويوتيوب مصريين، أو مقيمين بمصر. فالناس اللي قابلتهم بساقية الصاوي كانوا يعني معظم الناس اللي بتيجي بتحضرني هلأ بتابعوني من سنين. فأنه لما أفوت عليهم يعني سواء كان بإسكندرية أو بالقاهرة، بتفوتي بتلاقي المحبة بعيونهم، بتلاقي في ألفة، بيعرفوني، بيعرفوا أنا عن شو بحكي. وبعد العرض يعني وفي ناس جم من صوتك بس، يعني كلهم اجوا من صوتي. من صوتك بس. ما انا ما عمريش ظهرت قبل هيك، هاي اول مره اظهر بعد 8 سنين. اوكي. فيعني انه ما حدش بيعرف انا مين، ما حدش بيعرف شكلي، ما حدش بيعرف شو عم بعمل، ما حدش بيعرف وين ساكنه. لهيك العرض الاول تبعي عنوانه اسمي لولو، اللي هو تعريف انه انا مين. انا ظهرت اهو اخيرا. هي دي لولو. وهو نص النوع تبعه الشعر القصصي، اللي هو المقابل العربي لستوري تيلينج بالانجليزي. ستوري تيلينج يعني شوي منتشر اكثر بالعالم الغربي، بالعربي ما عندناش كثير. فانا حبيت العب بهذا المجال، اللي هو كان نص مطول تقريبا 45 دقيقه وبيعتمد على الموسيقى اللي بالشعر بالايقاع الشعري والموسيقى اللي بالايقاع. يعني ده برضه يعني خلوني اقول لك تركيبه مختلفه. يعني اللي بيقول دايما الشعر بيقوله عادي، انما يبقى جنبي موسيقى وفي ايقاع بتمشي عليه، هل ده بيحتاج تدريب لوحده؟ اكيد. بحب اوجه تحيه لشريكي عازف الايقاع احمد علي، هو اللي طلع معي بالساقيه الصاوي. اكيد كنا نعمل بروفات، ولازم تلاقي حدا فاهمك، فاهم شو عم تحكي، فاهم لوين بدك توصلي. لانه كمان يعني ما تنسي انه انا بالنسبه لي اللغه والموسيقى هن جزء، والصوت الانساني هن جزء من اله واحده، عرفتي؟ اللي هو الموسيقى. يعني الشعر او الادب بشكل عام، الشعر خصوصا النص الشعري فيه ايقاعات موسيقيه بتعتمد على الكلمه مش على الاله. فمش غريب انه تجمعي الشعر القائم على موسيقى النص مع اله موسيقيه. هل يعني مثلا في الاغاني احنا متعودين يبقى في لحن والكلمات ماشيه مع اللحن وفي تناسق، الشعر بيختلف في ايه لما بيبقى بيصاحبه موسيقى؟ شوفي، اذا سالتي كنت شاعر رح يعطيكي جواب مختلف. انا بحب الاشياء الغريبه، بحب الاشياء الجريئه، بحب الاشياء اللي ما يعني بتاخذ وسع، بحب الاشياء اللي فعلا جريئه. يعني بدك تطلع على المسرح بدك تقولي شغله بتقوليها بقلبك. فكل اظن يعني اذواق هي، فكل شاعر له ذوق. بتخيل هتسمعينا حاجه تقولي حاجه ولا لا مش محاضره؟ مش محاضره. لا بس الفيديو الفيديوهات. الفيديو. طيب هكمل معاكي واسالك عن الكواليس يا لولو. اللي بيسجل صوت واللي بيعتمد على الصوت زي كده مذيع الراديو لازم يوصل احساس ومعنى الكلمه والتفاصيل وحاجات كتيره جدا للناس، لان هي مش شايفاه، فلازم الناس تتخيله. ازاي بتشتغلي على ده؟ يعني ايه اقول لك ايه المفروض المميزات المفروض تتوافر في الشاعر اللي خلاص حياته كلها بس صوت، ما حدش بيشوفه ولا بيلقي ولا بيأدي؟ يعني انا اللي اقول لك ايه، هو الموضوع متعب صراحه، لانه بيعتمد على الاحساس. يعني بدك تحسي بالكلمه. طريقه ادائي للنصوص فعليا مش بس مجرد القاء، انه في نص قاعده عم بقراه، او مجرد كلمه عم بحولها من شكلها على الورقه لشكلها المسموع. هي فعليا انه انا عم بعمل عمليه تاويل للنص، انا عم بفسر النص الشعري او النص الادبي بالطريقه اللي انا بفهمه، وعم بحاول اوصل الاحساس من خلال طريقه الالقاء. فهي يعني هي والموسيقى والكلمه والموسيقى كلياته بيعتمد على الاحساس.